باش نمش داونا الكوميسايا في المعرف. حيدوا لنا الصماطي وكتفونا بهم النور. لا باش ديال ما نقدرش نعيط عليكم مباشرة. الحسن الثاني ارسل الاخ ديالي القدافي. بعثوا للمهدي مكة قال له انه الملك راغب ترجع بلاد. وإلا قلت له راني غندير لو موند الملك غادي يقول لي هذا حمق. ولات عوامل خارجيه كتلعب دور في التحولات الداخليه اكثر من العوامل الداخليه. بعض الاحيان دابا ملي كنشوفوا الزياده في النفط راه عوامل خارجيه لعبه. طبعا كاينه مسؤوليات يعني هذه الحكومه كاينه مسؤوليات لانه رئيس الحكومه هو اكبر موزع ديال النفط وكيقولوا بانه استفاد بزاف وهذيك الاستفاده بزاف خصها تبان لان دابا ماشي معقول يولي ليسانس ب 15 ولا 16 درهم يعني راه حتى الناس ما ولاوش كيقدروا يهزوا حتى طوموبيلاتهم وما عندناش ان سيستيم ديال لي ترونسبور بيبليك الى اخره. انا براسي الا كان ان بون سيستيم ديال ترونسبور غنستعملو يعني اذا العوامل الخارجيه كاينه ولكن كاينه العوامل الداخليه كذلك كاين اسعار المواد الغذائيه وهذا رئيس الحكومه عاوتاني كان وزير الفلاحه راه ماشي فقط من عهد بن كيران راه شي 15 عام هو وزير الفلاحه وراه خصها تبان لينا دابا فهمتي. اذا خصنا واحد الفلاحه اللي كتامن لينا الاكتفاء الذاتي الغذائي راه اوروبا براسها راه لا بوليتيك اغريكول كومين الباك اللي دايرينها في اوروبا راه دايرينها باش تامن لهم لانه دابا لجعوا الناس راه مشكله كبيره لقاو الناس ما لقاوش الخبز فهمتي او ما لقاوش الغداء الى اخره. دونك راه كاينه واحد المسؤوليه خارجيه وكاينه مسؤوليه داخليه. نعم. بعد ما اختار السعد رحمه يوسف الله يرحمه المنفاه الاختياري في باريس بقات عندك علاقه به او فقط مثلا من وظيفتك وزير اول انقطعت العلاقه لا لا هو ما رجعش لباريس ملي 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 سالت ملي يعني ما بقاش وزير اول استقر في الدار البيضاء وكنت كنمشي عنده بانتظام مره في 15 يوم ولا كتكون شي مناسبات كنعيط له في التليفون ولا في الاعياد اولا كنمشي كنتغدى معاه هو كيعيط عليا. واحد المره انا واحد المستشار اخر حنا عرضنا عليه في واحد لوطيل كبير في الدار البيضاء وتغدى معنا دونك بقات العلاقه. ومن بين الامور اللي غادي نحكي لكم اولا اكتشفت بزاف الحوايج ملي كنت معاه. انا ولد الحي المحمدي هو كبر في الحي المحمدي كان كيشرف على العمال في كوزيمار دونك تما عنده هذا الطابع النقابي. في نفس الوقت اسس مدرسه الاتحاد ومدرسه الاتحاد كنا حنا ساكنين حداها في درب الولي الشريف وفريق الطاس. فريق الطاس انا الفريق اللي كنت كنحماق عليه كما دابا الناس كاينين الرجاويين كيحماقوا على الرجاء والوداديين انا كان الحب ديالي هو الطاس لانه كان العربي الزاولي الله يرحمه هو المدرب وحنا كنا دري صغار كنا كنمشيو وبعض المرات كندخلوا الا كان شي ماتش بالفلوس كنطلبوا شي واحد كبير بحال لبانا وكندخلوا معاه ولا كننقزوا من واحد الحيط وبحال القاضي كنلعبوا الكره مع هذا. وكنتذكر كان فريق قوي كان عنده واحد اسمه نمير جميل في الشكل ديالو وعنده واحد تسديدات ديال الضربات بحال كريف ديال هولندا من بعد كيصيفط لك صاروخ ولا كيصيفطها من 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 هذه الكورنير كيصيفطها وكتدور كيخرج هذا الحارس يتلقى ليها حتى كصدق داخله لي واحد اسمه الغزواني بؤاسة واحد الحارس كان كيفكرني في ذاك الحارس ديال الاتحاد السوفيتي راه كان واحد الحارس عملاق عندهم من بعد غادي تشوف راه كاين الصوره ديال دونك السي عبد الرحمن بقيت كان اخر مره اللي درت معاه مسعى في 2018 انا كنت محامي ديال المعتقلين ديال الريف ديال الحراك
بما فيهم المهداوي اللي الله يهديه. الوغ فجا عندي الاستاذ عبد الله حمودي، هذا استاذ في برينس تاون، قال لي بحكم العلاقه ديالك مع السي عبد الرحمن وبحكم هذا الوضع شويه اللي مؤسف ديال الناس ديال الحراك، اجدر لك نمشوا عند السي عبد الرحمن نطلبوا منه يدخل عند الملك باش يعفو على هاد الناس، لان هاد الناس كاين زعما داكشي قاسي، والدوله واخا داكشي قاسي مزيان لقينا شي مخرج شي تخريجه باش. قلت له ما كاين حتى مشكل، اتصلت بنبيله منيب، انا ديك الساعه في الاشتراكي الموحد، قلت له ولكن شوف ما يمشيش السي عبد الرحمن بوحده، نشوفوا شي راجل عنده واحد احترام واحد. قال لي اش دارك؟ فبن سعيد ايتي الدر. قلت له ايه مزيان. عيطنا على نبيله، مشينا عندها، انا ما كنعرفش دار بن سعيد ايتي الدر، داتنا، انا ديت السياره ديالي وهي دات السياره ديالها، وصلنا شربنا معاه كاس ديال اتاي، وركينا الصوره في الكتاب هذاك النهار فين جدرنا ديك الصوره. قال لينا ودي انا ما عنديش الوزن اللي عند السي عبد الرحمن عند الملك، ولكن الا بغى السي عبد الرحمن نمشي معاه بكل فرح، هذه مساله نبيله وانسانيه وكذا. صافي مشينا تغدينا عند نبيله منيب في دارها مع الربعه، مشيت انا والسي استاذ الحمودي، مشينا كانت هيلين جالسه مع شي صديقه ديالها في واحد البلاصه دي فوتاي، وكاين واحد الصالون تقليدي، مشينا لذاك القنص جلسنا حدا، تقدمت انا كنت رافع السي عبد الرحمن وكذا، وهاد القضيه انا راني محامي وكنعرف هذا الملف، والناس شويه يمكن كان شويه ديال المبالغه في الخطاب، ولكن راه انا مع قاضي التحقيق شفت كيفاش الزفزافي كيحترم الملك وكيسموه سبط الرسول، دار واحد التعبيرات جميله. قلت له تابعه وهذا وخصنا نخرجوا هذا مزق في الخارج وهذا الملف هذا الى اخره، وخصنا نبردوا هذا الشيء وهذا. السي عبد الرحمن كان عيان ديك الساعه، هو يقول لي قال لي انتم فيكم البركه، وتفاجئنا. هذه بحال ديك ديال الوالي ديال 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 الرباط باقي ما جاوناش. قال لي انتم ما فيكم، انتم فيكم البركه. قلت له السي عبد الرحمن انا راه يمكن الملك كاع ما يعرفني، يعني يمكن كيعرفني لان كنا في الحوار حول العداله جوج مرات. اي طبعا. قلت له واش انا هو انت عندك تاريخ قد الجبل، فهمتي؟ انا الملك يلاه في الحوار الاجتماعي من اللي استقبلنا اول مره ومن اللي عطانا واحد الوسام ديال المكافاه الوطنيه. قلت له ولكن السي عبد الرحمن راه استاذ بن سعيد راه مستعد يمشي، وحنا هو يقول لي قال لي انا باقي لي 3 ايام ونموت هكا. اه بغيت يدخل حمودي بدا كيدوي، شديت ليه يدو قلت له انا كنعرف السي عبد الرحمن ملي كيقول شي حاجه وربما عنده معطيات وربما عيان وربما ما بغاش يحرج الملك وربما ما يبغيش يدير شي حاجه اللي عارفها ما غتنجح الى اخره. المهم ودعناه ومشينا. دونك اخر مره عاوتاني شفته كان في طنجه، دارت له تكريم في واحد المركز ديال بوكماخ، انا غير ملي كنسمع بوكماخ يعني انا باغي ناسس شي جمعيه ديال محبي بوكماخ في المغرب، لانه عرفتي في الحقيقه راه بلا شك راه كاينه شي حاجه على بوكماخ في طنجه. المهم مشيت وديت لي واحد اللوحه صورها واحد الصديق ديالي اسمه مصطفى العروي، عمو هو عبد الله العروي، ولكن اللوحه اللي عجبتني في الحقيقه هي اللي هدا لي اللي هدا لي الياس العماري. علاش عجبتني؟ لان فيها عبد الرحمن اليوسفي مع مراته، وجميله وباش تعرفيها جميله ملي خداها السي عبد الرحمن علقها في داره ملي مشى الفريق ديال الاتحاد البيضاوي باش يهدي ليه كاس العرش، هذيك اللوحه كاينه في ديك الصوره. دونك هذه من الامور اللي شحال بقى على هاد 3 ايام لا بقى وراه بقى 3 سنين يعني راه قرب ال 100 عام يعني هو عاش 96 سنه، ولكن راك شتي كيفاش في السنوات الاخيره ضعاف بزاف، الى درجه ان ما كنتش انا كنبغي
هادوك الناس اللي كيمشيو يعرضوا عليه لشي مناسبات يعني كنت كنقول هاد الشيء ما خصهم يوقروه شويه يخلوه يرتاح. هذه الصراحه دونك ولكن شوفي يعني الصدف ملي مشيت هاد 29 ماي انا وفتح الله العلو كان معنا مدير الديوان ديالو سي محمد ابو الفضل، كان معنا واحد الصديق ديال الفقيه البصري مناضل اللي عايش في الخارج هو ابراهيم اشلح. مشينا وعجبني واحد المنظر، جوج قبورة بيضين ومصوبين مزيان بالرخام، هذا ديال عبد الله ابراهيم وهذا ديال عبد الرحمن اليوسفي، يعني جوج ديال يعني اللي ترأسوا الحكومة المغربية واللي غيبقى التاريخ كيذكرهم كأشخاص اللي نزيهين واللي يعني متواضعين واللي كيبغوا البلاد. دونك voilà.